السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا متابعي ومشاهدي برنامجنا المتميز أبحاث علمية في مصر وفي الوطن العربي، أهلا وسهلا بيكم. بنتمنى دايما في قناة مصر الزراعية تكون برامجنا مفيدة وفي محلها. النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن بيمثل أزمة كبيرة جدا لها علاقة بالبيئة ولها علاقة بالصحة، ويعني مشكلة كبيرة جدا، وهي موضوع قش الرز. قش الرز أسهل طريقة للتخلص منه بالنسبة للفلاح النهاردة إن هو بيحرقه، وده طبعا بيسبب مشاكل، والسحابة السوداء اللي بتغطي طبعا المناطق المحيطة بزراعات الرز، بنشوف مشاكل الربو وقد إيه الدولة بتتكلف فلوس كتير قوي، وزارة الصحة، بالإضافة إلى البيئة اللي بتتلوث وتصنيفنا العالمي في البيئة اللي أصبح يعني شوية متدني، خلينا نستخدم ألطف لفظ. يعني إزاي نستغل قش الرز؟ في أفكار كتير اتكلمت عن هذا الموضوع، ناس اتكلمت عن استخدامه في الأساس، ناس استخدمت في صناعة الورق، ناس اتكلمت عنه في إعادة التدوير، لكن النهاردة إحنا قدام بحث علمي متميز جدا بيتكلم عن تحويل واستغلال قش الرز إلى الفحم النشط والهيدروجيل. هنفهم إيه هو الفحم النشط والهيدروجيل مع ضيفنا العزيز وصاحب البحث الأستاذ الدكتور حسني السيد جبريل، أستاذ متفرغ بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيميائية والعضوية بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك يا فندم، مشرف كبير لينا تكون منورنا. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. هو الحقيقة إحنا أساس النشاط بتاعنا في القسم، قسم من أقدم الأقسام الأساسية اللي أنشأت من في الستينات في المركز في بدايته، هو استغلال المخلفات الزراعية عامة، مش قش الرز بس. هو طبعا قش الرز كان في البداية كان بيستخدم في صناعة الورق، كان تصميم سواء شركة تراكتا في اسكندرية في الطابية على أساس استخدام صناعة الورق بخامات محلية، فكانوا بدأوا بالبوص اللي هو الريدز، وبعدين استخدموا حوالي 400 ألف طن، وجا البوص خلص لأن مفيش، كان طلع وايلد يعني بري، ما فيش اي نوع من المتابعه للاستزراع البوص بشكل منظم بشكل منظم. هو طبعا في دول اوروبا الشرقيه بالذات رومانيا وبرضه فرنسا، بالرغم ان بالنسبه للبوص في استزراع بمكان مخصوص بيخش على المستنقعات بيقطعه ويسيب الرزومه اللي هو الجد بحيث يحصل نوع من التجديد. احنا هنا الحقيقه ما فيش هذا الكلام، فبداوا يستخدموا قش الرز. قش الرز طلع ليه مشاكله كتير قوي في صناعه الورق، اللي هو تلوث السائل الاسود اللي بيطلع من عمليه طبخ القش الرز او تلبيبه، أيوة. يعني بالمعنى الاصح اللي هو طلع التبييض بتاع عشان الورق بيتكلف كتير وبقى لا مش التبييض، هو في التلبيب اللي هو اللي هو تحوله للب ورق. عامه طبعا لب الورق في دول العالم كله بالذات في امريكا الشماليه واوروبا من الخشب اللي عندهم غابات، احنا ما عندناش غابات. صحيح. احنا ما عندناش غابات. فبنسال احنا المخلفات الزراعيه، فحاليا قش الرز لا يستخدم بنتيجه للتلوث البيئي في ركتة، وبداوا مصانع السكر بتستخدم مسلسل قصب في أيوة الصعيد، في هنا في مصنع وفي مصنع بمسلسل قصب بيستخدموه في صناعه الورق. فاحنا عشان كده بدانا احنا نشوف استخدامات اخرى لقش الرز ومخلفات الزراعيه الاخرى، لان احنا اساسا اهتمامنا ان احنا ما نعتبرهاش مخلفات، احنا نعتبرها مدخلات عندنا، طبعا مواد خام تخش في اصل الصناعات. فاحنا عندنا انا عندي شغل كتير قوي، عندي حوالي 13 براءه اختراع في استخدامات المخلفات الزراعيه. عندنا في بدانا في الخشب الام دي اف اللي هو الميديم دنسي فايبر بورد، الاخشاب متوسطه الكثافه، وكان عندي برضو في الاخشاب البلاستيكيه، خشب بيتعامل مع البولمر يعني بلاستيك بيطلع خشب ليه خواص كبيره جدا غير الخشب اللي بيقولوا عليه الناس، يقول لك ده خشب القصب وبتاع اللي هو بيقولوا الحبيبي الحبيب والمضغوط والكلام ده. المضغوط. فاحنا برضو كان عندنا شغل وبراءه اختراع على خشب، وكان عندي مشروع كبير قوي كان مع الاتحاد الاوروبي، وكان معانا من جانب الاتحاد الاوروبي ناس من المانيا، وطلعنا خشب بلاستيكي يتميز بخواص ميكانيكيه عاليه قوي يعني التاني والكسر يتحمل الانضغاط والعمال، وبجانب ان هو ما بيمتصش ميه خالص يعني، وكان احنا يعني كنا عندنا توصيه عليه ان هو ينفع في المناطق الساحليه، انت عارف المناطق الساحليه زي الساحل الرطوبه عاليه صحيح، واسكندريه بكل سنه لازم يدهنوا الشبابيك والحلقان تشحط ويبداوا يصلحوا في الشبابيك والكلام ده. فده تقريبا كان يعني امتصاصه يعني درجه، احنا كنا بنعمل اختبار مستصل الميه يمكن لمده 4 ساعات غليان،
ويمتص 4% مية. غليان. غليان في مية مغلية. فطبعا ده اكتشف بلاستيك وكان نفسنا لهذا المشروع برضه يتطور. انما الظروف للاسف ما سمحتش لغايه دلوقتي ان احنا نطوره. برغم كان عندي انا يعني افكار فيه كتير مع بقيه الزملاء طبعا، احنا فريق بحثي في القسم يعني ما نواش يعني لوحدنا. فبدانا نخش احنا على المشكله الاساسيه بتاعتنا اللي هي الزراعه. الزراعه الحقيقه بالذات في التعافي طبعا الوادي الاراضي بتقل نتيجه للظروف الاجتماعيه بقى والمباني والكلام ده. فبدا الاستصلاح يعني الاتجاه الوحيد لنا عشان نعوض الاراضي الزراعيه ان احنا نستصلح. معظم الاراضي الزراعيه اللي بنحاول نستصلحها اراضي رمليه. صحيح. او اراضي جيريه. فدي خواصها الطبيعيه غير يعني مش اقتصاديه لغايه دلوقتي. فهو الاستاذ الدكتور عمر هيتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. الاراضي دي اشكالها انها بتحتاج كميه ميه كبيره قوي طبعا، ومفيش مياه، ازمه المياه معروفه عالميا مش عندنا بس. فطبعا المنطقه دي معظمها بتعتمد على الابار. ايوه الابار المياه الجوفيه يعني. فيعني المياه الجوفيه برضو مكلفه، انت بتعمل بير وبيبقى مثلا على الستاتيك ليفل بتاع المياه يعني سطح المياه اوله على تقريبا في حدود من 70 ل 100 متر. فبترفع كل دي طاقه بيحتاج فبيتكلف. طبعا يعني الموضوع ده يعني اسف للمقاطعه هنتكلم فيه بقى مع الدكتور عمر عبد العزيز على اساس ان ده احد المخرجات بتاعه المشروع بتاع حضرتك لتحويل قش الرز الى الهيدروجين. ايوه خلينا نتكلم برضو عن ماده الهيدروجين. يعني حضرتك قلت ان احنا بنستغل قش الرز عشان يطلع فحم نشط وهيدروجين. الفحم النشط هنتكلم عنه، لكن خلينا الاول نعرف الهيدروجين بما ان الشيء اذكر. الهيدروجين ده عباره عن ماده تتميز بانها عاليه الامتصاص للميه، يعني الجرام بياخد من 300 ل 500 جرام ميه بيمتصها. فبالتالي انا بحطها في التربه زي كمحسن، زي السبخ البلدي. السبخ البلدي تحطه بيحسن من ناحيه العناصر. فاحنا راعينا في الهيدروجين دي الميزه بتاعتنا غير المستورد. المستورد من اللي اساسا يعني من البتروكيميكال، من صناعه البتروكيماويات. انما احنا المنتج بتاعنا منتج من الخامات المحليه وطبيعي من قش الرز، من قش الرز وخلافه يعني. احنا احنا عندنا ابحاث كتير قوي في هذا الموضوع، وعندنا ثلاث براءات اختراع. احنا استخدمنا مواد كتيره جدا، اي مخلف زراعي يصلح بدون مبالغه. فاحنا خدنا اسوأ حاجه قش الرز، اللي هو قش الرز. ليه بقى اسوأ حاجه؟ ان هو استخدامه في صناعه الورق الاغشيه بعيبه ان في نسبه الرماد عالي 20% من 18 20%. عشان كده بطلوا يشتغلوا سيليكا. فعشان كده بطلوا، بدا يسبب مشاكل بيئيه في التلوث اثناء التصنيع. فاحنا يعني بدانا بالحاجه اللي هي يعني لا تصلح او يعني غير ملائمه. ما احنا لازم نشوف بدائل كتير ونقي منها الاحسن من ناحيه الناحيه الاقتصاديه. يعني اذا الهيدروجين ده يا فندم احد محسنات التربه. يعتبر طيب فكرته امتصاص المياه وان هو يرجعها تاني النبات في فتره اطول. فكرته يعني الاحتفاظ بالميه. احنا بنحطه في التربه زي ما بتحط الكومبوست. في الكومبوست المعروف اللي هو القذائف الزراعيه بتتخمر، او السباخ البلدي. فبيديك احنا بقى راعينا في الحقيقه في الهيدروجين بتاعنا ان احنا اثناء التحضير دخلنا يعني المواد اللي استخدمت في تحوير قش الرز كلها مواد مغذيه للنبات اللي هو البوتاسيوم والنيتروجين والفوسفور. وبعدين ميزه الطريقه بتاعتنا احنا مسجلين فيها براءتين اختراع ان هي ما لهاش اي مخلفات. يعني جميع المواد اللي داخله في التحضير بتتحلل تماما او بتخلص في التحضير. لا مغذيه للنبات، مفيده للنبات. اذا هو سماد وخزان ميه. هو سماد وخزان ميه وبيحتفظ، بيزود كفاءه التسميد والمبيدات اللي تحطها للنبات. واخد بالك؟ احنا وصلنا يعني مع الناس الاستاذ الدكتور عمر الهادي في استخدمنا اتنين رجيم، في وفرنا من 20 ل 40% من ميه الري حسب المحصول. حلو جدا. يعني انت بدل ما بتزرع مثلا لو في حاله حسب نوع المحصول كان نبات او فاكهه. فاحنا وفرنا ال 20 ل 40% حسب نوع. ده غير ان هو برضه يعني
بيحل ازمه ثانيه خالص يعني، لان في اراضي ما بتقدرش تروي في المواعيد يعني في احيانا نبات بيحتاج كل اسبوع، بيجي في ميعاد الريه ما بيلاقيش ميه او الدور مش عليه. فايه الحل النهارده؟ استخدام مثل هذه المواد بيعمل زي اسفنجه بتمتص الميه وبعد كده بترجعها للنبات على مدى بقى 6 ايام 7 ايام مدى طويل. حاجه جميله. طب خلينا نتكلم في الجزء الثاني برضو من استغلال قش الرز، وهو موضوع بحثنا النهارده، لتحويله الفحم النشط. وانا سالت حضرتك سؤال قبل التسجيل برضو، حابب الساده المشاهدين يستفيدوا بهذه الاجابه، الفرق يعني في عجاله او في تلخيص بين الفحم النشط والفحم الحيوي، عشان دايما بيحصل هذا الخلط. الفحم النشط ده استخداماته كلها صناعيه وصحيه. اما الفحم النشط استخداماته زراعيه، وده ليه طريقه تحضير وده ليه طريقه تحضير. احنا الفحم النشط اللي احنا حضرناه برضو لنا في شغل كتير، وكان عندنا كذا اتفاقيه مع فرنسا اشتغلنا فيه في جامعه نانسي. الفحم النشط ده ميزته ان هو الجرام بتاعه مساحته السطحيه عاليه جدا، وده بيديله خاصيه الامتصاص، يمتص الغازات والمعادن الثقيله، فده بينفع للتطبيقات الصناعيه زي الكمامات، تنقيه الميه، معالجه الميه. فده استخداماته غير زراعيه الحقيقه، استخداماته كلها صناعيه. يعتبر ماده مهمه جدا في الفحم النشط ده، هنلاقيه في ادويه الفحم اللي بتمتص الغازات اللي في كل حاجه. احنا كمان يعني فلاتر الميه اللي هي موجوده، المرحله الثانيه والثالثه بيحتوي على هذا الفحم. لا ده احنا وصلنا فيه في طرق ان هو الفحم النشط عاده بينتج على هيئه بودره. بودر. وبعد كده بطريقه ما بيحاولوا يشكلوه حسب حسب المولد او الفورمه بتاعه الكمامه او جهاز التقطيع او جهاز التنقيه. فبيرجع يعالج ويحط اضافات تانية بتقلل بقى من كفاءته. يعني فاحنا عملنا طريقه الفحم هذا يا فندم اللي بيستخدم في الكمامات لما يكون حد مثلا بيرش عنبر دواجن بالفورمالين ومش عايز يشم الريحه. الفلاتر دي بتبقى بتحتوي على الفحم النشط والحرب الكيماويه. والحرب الكيماويه صحيح. الحرب الكيماويه صحيح يا فندم. فاحنا عملنا بقى طريقه انتاج الاشكال في خطوه واحده، يعني ما انتجش بودره وارجع اجيب احط عليه اضافات واكبس اللي بتقلل من الكفاءه. صحيح. فاحنا برضو عندنا شغل ان احنا طلعنا اشكال من الفحم النشط حسب شكل انا عايزه، طلعه على هيئه قرص في خطوه واحده، يعني اثناء تحضيره بتحكم بحيث يطلع لي على هيئه الشكل اللي انا عايزه، مستطيل قرص، بحيث دي ما بتقللش من الكفاءه بتاعته. كانه بدل ما تجيب الفحم النشط على هيئه بودره وتحط له اضافات بالمرات الصناعيه بتقلل من الكفاءه. صحيح. بتغطي جزء من في سطح الامتصاص بيقل. صحيح. فاحنا بننتج برضه الفحم النشط على هيئه اشكال المطلوبه. طيب خليني اسال حضرتك سؤال اخير في هذه الفقره، ويعني انا بتكلم انا منبهر بجد بابحاث حضرتك، ويعني فعلا الهيدروجيل قد ايه ده حاجه مفيده جدا جدا جدا، في خصوصا لما نكون احنا دوله بتستهدف يعني استصلاح اراضي جديده في المنطقه الصحراويه، ده رقم واحد. رقم اثنين، لما بنتكلم عن الفحم النشط ان هو قد ايه ماده موجوده في الفلاتر اللي بنشتريها وفي الادويه وفي حاجات كتيره جدا جدا جدا، لكن السؤال الاهم، تحويل قش الرز الى فحم نشط او هيدروجيل، هل هو يعني وصلتم انه يبقى نقدر ننفذه على المستوى الكوميرشال او التجاري؟ هل هو اقتصادي ام ان التكلفه عاليه واستيراده او تصنيعه بطرق اخرى اصبح اوفر؟ والله احنا عندنا اللي بالنسبه للهيدروجيل اللي احنا محضرينه زي ما قلت لحضرتك، اولا المدخلات بتاعته كلها رخيصه جدا. باسيلو المستورد من بره اللي هو من اصل بتروكيماويات اضعاف الثمن، اضعاف الثمن. احنا عندنا الفدان بيتكلف يعني معالجه بالهيدروجين اللي احنا محضرينه من 900 جنيه ل 1800 ولا حاجه، حسب نوع المزرعات، يعني زراعه كثيفه خضر ولا اشجار. وبين المبلغ ده بتقدر تقسمه على 3 سنين، يعني لان طبعا لو خدنا الحد الاقصى 1800 بالفدان هيتكلف 600، اللي بيقعد افيلابل يعني مفيد في التربه لمده 3 سنين، ما بتحتاجش يفضل يمتص ويفرغ ويمتص ويفرغ 3 سنين عبال ما يتكسر. وبعدين حتى لو اتكسر في التربه غير ملوث، غير ملوث، لان كله الداخله فيه مركب طبيعي اللي هو السليلوز والحاجات والكي ان بي اللي هو البوتاسيوم والنيتروجين والفوسفور، فغير ملوث بالمره يعني البيئه. جميل. فاحنا عملنا دراسه جدوى. أيوة. حتى حاليا دلوقتي معايا الدراسه بنحاول ان احنا نسوقها. يعني الحقيقه في شركتين انا بتوع كيماويات زراعيه انا لي اتصال بيهم، يعني فواخدين دراسه جدوى مننا. انا عامل دراسه جدوى فنيه واقتصاديه،
وستجنا في دراسه الجدوى الاخيره دي ان احنا الجنيه يحقق حوالي 380 قرش ربح في السنه. لو حد تولى هذا الكلام يعني هيحقق ربح اكيد وهيشغل عماله. انا عامل تصميم لدراسه الجدوى دي في حدود من 6-7 عمال مع رئيس لهم والمباني والاجهزه المطلوبه، وبعدين هو مش محتاج في التصنيع اجهزه معقده، محتاج يا دوبك وعاء بنعمل فيه المعالجه زي الحله البريستو، بنعمل معالجه عند درجه حراره بسيطه قوي 70 درجه مئويه، ما هياش مكلفه ولا وكان بالمرحله في الاخر عند 90. يعني اول مرحله بنعملها عند 70 لمده ساعتين او ثلاثه حسب ما انا عايز، وبعدين في الاخر بنعمل معالجه لمده ساعه، معالجه بسيطه جدا 90 برضه بتاخد حوالي ساعه عند 90. أو مش محتاج عماله، عباره عن رئاته. طب وبالنسبه للفحم النشط يا فندم؟ الفحم النشط طبعا النشط احنا شوف بالراعي، احنا كشغلتنا بالراعي تملي ان الناحيه الفنيه والاقتصاديه لازم يعني يا اما البحث ما يبقاش له قيمه. صحيح. يعني لازم احنا بنجيب السعر العالمي بتاع الحاجه وبنبدا نشتغل بنحسب التكلفه. ميزه الهيدروجيل اللي احنا بنقول لحضرتك عليه مش محتاج لا عماله. طيب ولا محتاج بقى. والفحم نفس الوضع، نفس الوضع افران معينه مخصوصه تتعمل بتعمل في جو انرت يعني جو خامل بنتحكم فيه بحيث نتحكم احنا في اقتصاد بنتحكم في تصنيع اقتصاد. طبعا حاجه يعني جميله جدا. اصحاب الخبره، اصحاب الخبره اللي شالوا العلم على اكتافهم سنين وسنين وسنين، علموا اجيال هذا الجيل اللي لما بيجي يعمل بحث او بيعمل مشروع بيفكر في كل المدخلات وكل المخرجات. يعني عجبني قوي دكتور حسني وهو بيتكلم عن دراسه الجدوى، لقيته بيقول الجنيه هيطلع كذا ويعني نسترد المبلغ في كذا، ويعني بما ولما كان بيتكلم عن مشروع بيتكلم عن عمال وريس وسكن. يعني شوفوا قد ايه الدقه، يا ريت نتعلم من هذا الجيل وهذه الخبره الدقه حتى في البحث العلمي اللي احنا بنشتغل بيه. الاستاذ دكتور حسني السيد جبريل، استاذ متفرغ بقسم السيلولوز والورق بشعبه بحوث الصناعات الكيماويه العضويه بالمركز القومي للبحوث، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق، وهنستكمل بقى ان شاء الله حلقتنا مع الدكتور عمر عشان نعرف استخدامات الهيدروجيل في الزراعه. شكرا يا فندم. اهلا بيك. اعزائي المشاهدين بنستاذن حضراتكم في فاصل قصير جدا ونرجع لكم مره ثانيه، تابعونا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. كنا بنتكلم في الجزء الأول عن استغلالات أو استخدامات قش الرز اللي مسبب لنا مشكلة كبيرة قوي. اتكلمنا عن حاجة اسمها الفحم النشط وإنتاجه من قش الرز بالإضافة إلى الهيدروجيل. ويمكن يعني ضيفنا العزيز دكتور حسني في الجزء الأول من الحلقة اتكلم عن استخدامات الهيدروجيل في الزراعة، لكن عايزين بقى نعرف مع بعض والقطاع الزراعي اللي بيتفرج علينا المهتم جدا بده، وخصوصا الناس اللي بتفكر في استصلاح أراضي جديدة أو إنها يعني تغير أساليب الزراعة بتاعتها أو تستخدم الهيدروجيل عموما واستخدام هذه التكنولوجيا في الزراعة، هنعرف فوائد الهيدروجيل مع أحد المتخصصين جدا جدا في هذا المجال الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز الهادي، أستاذ متفرغ بقسم الأراضي واستغلال المياه، وأيضا يعني كمان أحد أعضاء الفريق البحثي في شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية، وحاصل أيضا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى، ومن جيل الناس الجميلة جيل العظيم اللي تأسس على أكتافه هذا المركز القومي للبحوث قلعة وأحد أكبر قلاع البحث العلمي في مصر. برحب بحضرتك وشرف كبير يا فندم تكون منورنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا. يعني الهيدروجيل هو احد التقنيات الجديده اللي هي زي ما فهمت من الدكتور حسني بشكل مبسط لاني مش متخصص قوي، حاجه زي الاسفنجه كده بتمتص الميه وتحتفظ بيها لفتره وتمد بيها النبات على فترات طويله. طبعا يعني الفوائد انها الميه اللي بتتبخر ديت يمكن قدرنا نسيطر عليها بشكل او باخر، الناس اللي ما بتجيلهاش الميه في مواعيدها قدرنا نسيطر عليها، لكن اكيد في فوائد اخرى حضرتك تقدر تكلمنا عنها بشكل متخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبيعي كلمة هيدروجيل دي ما هياش هي كلمة نقدر نقول تجارية، ما هياش كلمة علمية. كلمة
هيدروجين عبارة عن تركيبات متعددة تمتص الماء وتتحول إلى جل، ولذلك هيدرو يعني مية وجل يعني جل، لكن دي كده كاسم لمجموعة كبيرة جدا من التركيبات اللي هي مكونات كتير يعني، تركيبات كتيرة تركيبات وأنواع كتير. كتيرة، لكن أطلق عليها كلمة هيدروجيل على أساس إن هيدرو يعني مية وجيل يعني مادة جيلاتينية تمتص المية وتحتفظ بيها، فسمى موضوع الهيدروجيل ده ك يعني اسم موضوع تجاري يعني. كبير قوي لتركيبات كتير. لكن هو بالنسبة بقى لي الشغل اللي احنا بنعرضه اللي اتعمل اخيرا اللي هو استخدام قش الرز كمخلف زراعي، كان بيسبب تلوث للبيئة لانه كان التخلص منه عبارة عن بحرقه، وكاستخدامه في تصنيع تركيبات تستخدم كمحسنات للأراضي الرملية، فده كان يعتبر يعني إنجاز كبير جدا اللي حاصل في يمكن بقالنا أكثر من 15 سنة في هذا الموضوع، وبيتطور باستمرار يوم بعد يوم. جميل جدا. بالنسبة للأراضي الصحراوية عندنا هي معظمها أراضي رملية وأراضي جيرية. الأراضي الرملية ليها مشاكلها إنها حبيبات مفككة، المسام بتاعها واسعة جدا، أي مية بتتحط فيها بتفقد بسرعة صحيح. بالجاذبية الأرضية بعيدا عن جذور النبات اللي احنا عايزين إن النبات يحتفظ بأكبر بالمية في كمية مخروط من المية. المية في مجال الجذور بتاعت المية. بالنسبة للأراضي الجيرية فيها مشكلة كمان بالإضافة إنها أراضي صحراوية رملية، فيها مشكلة كيماوية وهي جيرية يعني مادة الجير اللي هي كربونات الكالسيوم، ودي كربونات الكالسيوم دي بتؤثر تأثير سيء جدا على معظم الخواص الكيماوية بتاعة الأرض، خاصة فبتصعب الامتصاص كمان بتثبت المغذيات. العناصر السمادية، و بتحصل في المية لما تمتص المية تنتفخ، وبعدين لما تجف المية تتصلب جدا وتتشقق وتقطع جذور النباتات، يعني في ليها مشاكل كتيرة الأرض الرملية والجيرية. احنا اشتغلنا باستخدامات الهيدروجين دي كمحسن لكل من الأرض الرملية والجيرية. بالنسبة للأرض الرملية بقى ما هيش بس إنها بتمص مياه كسفنجة، لأ ده هو المسام الواسعة بتاعة الأرض الرملية الهيدروجيل حبيبات الهيدروجيل بتنزل جوه المسام تضيق لي المسام الأول، تقوم تقلل لي حركة المياه إلى أسفل، بالإضافة إلى إنها مادة بتمتص المياه، يبقى كأنها بتعمل يعني فايدتين في نفس الوقت، تقلل فقد المياه بالجاذبية الأرضية الى ابعد من مجال الجذور، في نفس الثاني بتحتفظ بالميه لفتره طويله. وبعدين ميزه الهيدروجين ان هو لا يعني اما النبات يمتص الميه بعد اجي اروي يرجع الهيدروجين ثاني ينتفخ ويمتص يعبي الميه ميه. مره اخرى، فلكن في تركيبات كثيره من الهيدروجين ما بتعملش الا تمتص مره واحده، وبعدين لما تيجي تديها ميه تانية ما تمتص. دي اللي هي بتستخدم في حاجات كتيره زي يعني دلوقتي حاليا كل البامبرز والكلام اللي في السوق ده كله عباره عن هيدروجين، لكن ما هيدروجين هوش صحيح. الهيدروجين الذي يصلح للزراعه. هيدروجين يصلح ده للزراعه بيمتص السائل يعني مره واحده وخلاص، وخلاص لان انت مش وانتهينا. عايز مش هتاخد البامبرز تغسلها صحيح وتستخدمها، صحيح. يعني انت محتاجها مره واحده بس. استخدامات طبيه كتير جدا. الاستخدامات والفوط الصحية والحاجة دي كلها فيها هيدروجين، لكن تركيبتها غير التركيبات التي تصلح للزراعة. الزراعه طبعا ده الشغل بتاعنا بيستخدم بيصلح 3 سنين. للزراعة، احنا اشتغلنا على ان ده ممكن يكون 4 أو 5 سنين، احنا عملناها اقتصاديا انها 3 سنين، يعني التكلفة اللي هستخدمها لاصلاح الارض بقسمها على 3 سنين، لانه يعني بيفضل يعني يظل افكتيف لفترة طويلة خليني جدا. اسال حضرتك سؤال يا فندم، حضرتك اتفضل. بتحطه الاول وتحطه فوق منه طبقه الرمله وتزرع، ولا بيخلط مع هو الرمله وبيعمل لا تربه لا جديده؟ في لا الهيدروجين عبارة عن انه بيبقى ممكن يكون في صورة
مجفف في سطح بيبان زي اللي هو الاستاذ الدكتور حسن العينه ديت كده، فبالتالي ان انا ممكن بحطها في مجال الجذور، مش هحطها على السطح لان انا مش عايز الميه اجمع ميه على سطح التربه، لا ده انا عايز اجمع الميه في مجال انتشار الجذور. غالبا طبعا المفروض الاراضي الصحراويه بتروى بنظم الري الحديثه اللي هي زي نظام الري بالتنقيط، نظام الري بالرش، نظام الري بالتنقيط السطحي، وفي تنقيط تحت سطحي اللي هو يبقى اعمل الميه على يعني تبقى المواسير بتاعت الميه على عمق 25 سنتي ورشاشات ارضيه وبيفوت بحيث انها يعني لا ما البيفوت ده ري بالرش يعني نظم جديده ري بالرش، نقول ري بالرش يعني كان الميه بتنزل على سطح صحيح، لكن ري بالتنقيط عباره عن ممكن في تنقيط سطحي وفي تنقيط تحت سطحي، يعني ممكن ان انا امشي الميه بتاعه الري في المجال اللي هو فيه الجذور بالظبط، فبحط الهيدروجين في الموقع اللي هو يبقى يمتص الميه ويحتفظ بيها، وفي نفس الوقت يعني زي ما بتقول امتصاص الميه هتقلل التبخير، يبقى دي هتوفر كميه كبيره من الميه اللي هي معرضه للسطح للجو السطح بتاعها، فهي ممتصه وموجوده في طبقه، الطبقه دي اللي هي الطبقه اللي هي محتاجها الجذور يمتص الجذور. احنا في تركيبات يمكن الاستاذ الدكتور حسني يعني ان في تركيبات من الهيدروجين بيتحط معاها العناصر السماديه، يعني هي بتمسك العنصر السمادي وتديه للنبات في الوقت اللي يعوزه النبات، اللي هو يعني يعتبر يعني بيخزن ميه وبيسمد كمان اللي هو سلو ريليس فيرتلايزر، ان هو يديني، لان برضو هنيجي الارض الرمليه اي سماد بحطه بيدوب في الميه ويفقد بسرعه، اللي هو الاسمده القابله للذوبان في الميه صحيح. بتفقد بسرعه الى تحت ما بتستفيد من النبات، لكن انا لما امسك السماد في المنطقة بتاعة الجذور ويبتدي ان هو دايب في المية مع كل راية سمد، لا هو غير مع كل، وطبيعي الري في الأراضي الرملية بنظام الفرتيجيشن اللي هو ان الفرتلايزر مع مية الري وبينزل بيتمسك في التركيبة بتاعة الهيدروجين ويبتدي ان النبات الجذر بتاع النبات يمتص المية ذائب فيها العنصر السمادي، فدي بتوفر لي كميات الأسمدة زي ما قال الدكتور حسني، طبعا ده أخ عزيز جدا بنشتغل مع بعض بقالنا أكثر من 20 سنة في الشغل دوت، يعني أما تيجي بقى تحسبها ككفاءة استخدام مية اقتصاديات المية، أنا بيهمني إن الجنيه اللي هدفعه في الهيدروجين ده وفر لي كام جنيه مية صحيح، في نفس الوقت الجنيه اللي هدفعه في الهيدروجين ده قلل لي كميه التسميد اللي انا هستخدمها، يبقى وفر لي سماد قد ايه صحيح، فبيبقى في كفاءه استخدام الاسمده، كفاءه استخدام الميه بتبقى عاليه جدا في استخدامات الهيدروجين في الاراضي الصحراويه. احنا جربنا عديد من المحاصيل، في محاصيل بتتزرع كمحاصيل كثيفه زي محاصيل العلف، لوبيا العلف ده من المحاصيل اللي ممكن باخد منها ثلاث حشات، اولا ده علف صيفي، احنا عندنا مشكله في مصر تغذيه الحيوانات في الصيف، ما فيش عندنا اعلاف صيفيه، كلنا بنهتم بالبرسيم كعلف شتوي، لكن احنا بيهمنا انتاج اعلاف صيفيه. جربنا لوبيا العلف، لوبيا العلف دي بناخد منها ثلاث حشات ودي زراعة كثيفة، وبعد كده باخد منها قرون لاستخدامها في الزراعات للمواسم التالية. طيب ودي برضو ليها علاقة بالهيدروجين؟ أي ما احنا يعني انت لما تقارن ما بين الارض اللي ما فيهاش هيدروجين والارض اللي فيها هيدروجين فرق كبير جدا، بتتضاعف الانتاجيه مرتين ثلاثه. طبعا جميل جدا، انا اتمنى بقى ان الهيدروجين بتاع حضراتكم ده اشوفه موجود في السوق المصري
على مستوى تجاري. وعايز اشكر ان حضرتك شاء الله شكرا ربنا جزيلا يفتح ان شاء ضيف الله. العزيز. هي العمليه عايزه شويه مستثمرين، لان هي عمليه الاستثمار. بنتمنى ان يكون حد دلوقتي بيتفرج علينا ان شاء الله ويتواصل مع حضرتك ان شاء الله ضيفي العزيز والقامه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عمر عبد العزيز الهادي، استاذ متفرغ بقسم الاراضي واستغلال المياه، و ايضا احد اعضاء شعبه البحوث الزراعيه والبيولوجيه بالمركز القومي للبحوث، وحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى ونوت الامتياز من الطبقه الاولى. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. الف شكر فندم. اعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه، يا رب تكونوا استفدتم من حلقتنا النهارده، الى ان القاكم في حلقه مقبله. لكم مني ومن طاقم العمل كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.